أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين وإلى حلقة جديدة من برنامج قضايا وشباب. موضوع حلقتنا لهذا اليوم تتحدث عن العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر. تشكل عاداتنا وتقاليدنا إرثا اجتماعيا ثقافيا يتمثل في مجموعة من السلوكيات والأعراف التي صاغها وخطها الآباء والأجداد بما اقتضته متطلبات حياتهم وبما أسهم في ضبط أمور معيشتهم، وهي أشبه بقوانين وضعية سيرت حياتهم وضبطت سلوكيات الأفراد وتوجههم، ويلتزم بها التزاما فطريا يأخذ تناقلها شكلا وراثيا حيث يورثها الآباء للأبناء وتتناقلها الأجيال جيل بعد جيل. لكن نشهد اليوم تلاشيا تدريجيا لهذه العادات والتقاليد، تبدأ بالنفور منها في بعض الأحيان وتصل حد الثورة عليها وعدم تطبيقه في أحيان أخرى، ونلاحظ ذلك جيليا من خلال ما نشهده في مختلف مناسباتنا وحياتنا اليومية. للتعرف على هذه العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر نستضيف معنا في حلقتنا هذا اليوم كل من الأستاذ موفق ويسي، أستاذ علم الاجتماع. أهلا وسهلا بك أستاذ في ضيافة حلقتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بك. وأيضا نستضيف معنا الأستاذ الدكتور حارث حازم أيوب، أستاذ علم الاجتماع جامعة الموصل. أهلا وسهلا بك أستاذ حارث. بداية أستاذ موفق، ما هو مفهوم وتعريف العادات والتقاليد في مجتمعاتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على هذه الفرصة الثانية للحديث مع عن الشباب وإلى الشباب. أهلا وسهلا. العادات والتقاليد مفاهيم متداولة، فما هي هذه العادات والتقاليد؟ التقاليد هي جملة ممارسات يتفق عليها أبناء المجتمع وتكون بالنسبة لهم نوع من الأعراف الملزمة لهؤلاء. التقاليد ذات طبيعة شعائرية نوعا ما، بها شكل من أشكال التنظيم والالتزام بشكل كبير. العادات بها فكرتين. الفكرة الأولى هي فكرة العادة الفردية، عندما يكون هناك شخص لديه عادة. هذه تدخل في ضمن العادات. العادات هذه يعني عادات تكون شخصية دكتور؟ في الغالب هي شخصية. عندما تحدث عن عادات تحدث عن عادات شخصية. شخص معتاد على شيء ما. وأشياء كثيرة في حياتنا هي عبارة عن عادات. لكن أحيانا هذه العادات تأخذ مدى واسع، تنتشر في المجتمع. كيف دكتور؟ تصبح مثلا التدخين عادة، يعني عادة فردية. فردية، لكن عندما تنتشر بين أبناء المجتمع يصبح وكأنه عادة اجتماعية. وين ما تروح في أي مكان، تقعد بمكان لازم يقدم لك سيجارة. يعني أصبحت عادة اجتماعية. نعم. قدم لك سيجارة، الطريقة اللي يقدم لك بها سيجارة، الطريقة اللي يعلق بها سيجارة. نعم. قدامك تشوت، قدم لك شاي. هذه مسائل، يعني عادات اجتماعية تعتبر نوع من يعني من السلوكيات المقبولة أو يعني متعارف عليها. نعم. بين المجتمع. والتقاليد، التقاليد أكثر تنظيما. التقاليد تكون أكثر تنظيما، بها شيء من الشعائرية. عندما أتحدث مثلا عن تقاليد توريث حكم، احتفاليات مثلا معينة، تقاليد العوائل مثلا، تقاليد العوائل في شكل معين. يعني هذه لها صياغة تنظيمية مختلفة. أستاذ موفق، كيف وضعت هذه العادات والتقاليد؟ العادات وضعت في، هي حقيقة نوعين. السؤال مالك مهم جدا، استخدام التعبير وضعت. في الحقيقة ليست وضعت فقط، وإنما تشكلت أيضا. بعضها وضعت عن قصد في بعض الأحيان. كيف عن قصد؟ يعني كان تكون مثلا هنالك مؤسسة أو دولة تريد أن تبني تقليد معين، فتعمل هذا، يعني تبدأ في وضع يعني شكل إطاري ويتعود. مثلا أعطيك مثال بسيط، الكشافة. نعم. وضعها شخص ما. نعم. شخص واحد. نعم.
أصبحت تقليدا تقليدا وبينه ممارسات وبينه قواعد وبينه ملابس خاصة. كذلك بالنسبة لي مثلا احتفالات نصر هذه أصبحت تقليد سنوي. تقليد سنوي صح، ما كانت موجودة، وأعتقد أنه هي راح تبقى لفترة طويلة، جدا. وبيها شعائرية معينة. مثلا الجيش يمشي بالشارع معانه طبول، معانه فرسان، معانه سيارات واحتفالات، حتى ما يرفع بها من شعارات، الهتافات، كل هذه مرسومة. هذا نوع. النوع الآخر يظهر بشكل يعني غير مقصود. كيف يعني؟ يعني تظهر حالة معينة، مثلا نزل الناس للشارع في احتفال مثلا مع فوز المنتخب، وصارت عايبة من المنصة، خطر ببال الناس أو ناس مسؤولين قالوا هذه الطريقة اللي صارت خلينا نعمل بها، يعني ناخذها سنويا. سنويا احتفالات. أستاذ موفق، ما الذي تمثله العادات والتقاليد اليوم بالنسبة بالمجتمع، خصوصا المجتمع المصلي؟ المجتمع المصلي مهمة جدا عنده العادات والتقاليد، لأنه مجتمع منظم أساسا. يعني القاعدة الأساسية للمجتمع المصلي على طول التاريخ أنه مجتمع منظم، والعادات والتقاليد تنظم السلوك. تنظم السلوك كيف؟ يعني مثلا عندما تروح أنت إلى أي مناسبة، إيش تعمل؟ لازم يكون عندك قاعدة أو إطار للسلوك. هذا الإطار من يحدد لك؟ هو المجتمع. يعدده فوق إطار عادات. لو أنك تروح إلى مكان ما عندك فكرة عن عاداته، خذ مثل بسيط، أي واحد مصلاوي يروح يحضر مثلا قاعدة بالريف، من يفوت يحس نفسه أنه ما يعرف إيش يعمل، غريب يعني، غريب ما يعرف إيش يعمل، يعني يشوف الآخرين يضحك عليها مش عايز يعملون، يحاول يعمل مثلهم. ليش؟ لأنه ما متعود عليها. لكن عاداتهم وتقاليدهم تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا. فأنت هذا ينظم لك السلوك. وإيش تنظيم السلوك؟ يوفر عليك التفكير المستمر، أجد أعمل، أشون أروح، منين أجي، أشون. فهذا ينظم لك إياه. فإذا طبعت قواعد سلوكية هذه العادات. بالنسبة للموصل العادات والتقاليد مهمة جدا، لأنها كما قلت تنظم المجتمع وتدل على ثقافة أبناء المجتمع. ثقافة بالمعنى الاجتماعي وليس بالمعنى الدارج. أستاذ موفق، أنا راح أرجع لك إن شاء الله. الآن نذهب إلى دكتور حارث. دكتور حارث، ما هي الحاجة الاجتماعية إلى العادات والتقاليد اليوم؟ بوصف العادات والتقاليد، أحد محددات ضبط السلوك، ونحن نحتاج إلى أن يضبط الإنسان سلوكه. فبما أن لدينا محددات رسمية لضبط السلوك، نحتاج أيضا إلى محددات غير رسمية. هذه المحددات الرسمية تتمثل بالعادات والتقاليد. أستاذ دكتور حارث، كيف تؤثر العادات والتقاليد على الحياة اليومية؟ طبعا تأثيرها من خلال الدور اللي تمارسه على الأفراد، لأن احنا بدون عادات وتقاليد ما نستطيع أن نتمم عملية التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. الحياة الاجتماعية هي عبارة عن أشنو؟ يعني عن عادات وتقاليد، تقول برأيك دكتور حارث؟ الحياة لا، مجموعة التفاعلات بين أفراد المجتمع. أحد وسائل ضبط هذا التفاعل هي العادات والتقاليد. دكتور حارث، اليوم عاداتنا وتقاليدنا أنت تشوف أنه مثلاً شوية تقل، خصوصاً بعد تحرير المدينة؟ نعم، العادات والتقاليد في جزء منها يصيب التغير الاجتماعي كأي أجزاء أخرى من البناء الاجتماعي تتأثر بالمتغيرات الوافدة. دكتور حارث، من هي الجهة التي يعول عليها عادة في نقل وتوريث هذه العادات والتقاليد في مجتمعنا؟ نعم، نحن لو نرجع إلى البناء الاجتماعي للمجتمع نشوف أنه الإنسان يولد لديه ثلاث جوانب في شخصيته: الجانب البيولوجي والنفسي والاجتماعي. هاي ثلاث جوانب هي شكلين شخصية الإنسان. شخصية الإنسان تدخل إلى مؤسسات المجتمع،
اللي هي أول محطة الأسرة، ثم المدرسة، ثم المؤسسة الدينية والمؤسسة الاقتصادية والعسكرية والسياسية. يعني لهم دور التربية وال كل هذه المؤسسات الست لها أدوار وتختلف بنسبة في نقل التوريث، في نقل التوريث بالعادات والتقاليد. ممكن الأهل تكون لها دور أكبر. نعم، بوصفها المحطة الأولى اللي يبدأ الفرد بتفاعله معها. شكرا جزيلا لك دكتور حارث، إن شاء الله راح نعود بعد هذا الفاصل. أحبة المشاهدين، الآن فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين، عدنا إليكم من جديد بعد هذا الفاصل لنستكمل حديثنا مع ضيفي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا وشباب، التي تتحدث عن العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر. أستاذ موفق، نجد اليوم نزعة نحو مواكبة التطور الحاصل في المجتمع خاصة من قبل الشباب، وتشهد هذه النزعة سعيا للتخلص من العادات والتقاليد، ما رأيكم في ذلك؟ إذا سمح الدكتور بس أريد أضيف جملة توضيحية. نعم. في موضوع الأسرة. نعم. الأسرة مثل ما قال الدكتور هي الوسط الأول اللي يتفاعل معه شخص بعد الولادة يعني. نعم. والأسرة تعتبر الوكيل الاجتماعي للمجتمع. هذه العملية اللي يتم بها أو يتم خلالها نقل عادات تقاليد طريقة تفكير المجتمع، أرث المجتمع كله إلى الأعضاء الجدد في المجتمع اللي هم الأطفال، احنا نسميها التنشئة الاجتماعية. أو استخدم تعبير الأنسنة. الإنسان يولد كائن بيولوجي مثل ما قال الدكتور. الجانب الاجتماعي والنفسي يحصل عليه من الأسرة، ولهذا تسمى أحيانا العملية بالأنسنة، تحويل الكائن البيولوجي إلى إنسان. يعني هي الأهل له دور كبير، دور أساسي، يعني دور أساسي كبير جدا، لأن المادة الأولية أو القواعد الأولية تبنى في الأسرة. عندما يكون المجتمع متجانس تكون الأسرة متشابهة، تنقل نفس الصفات نفس القواعد السلوكية إلى الأشخاص، فيظهر الأفراد متقاربين متشابهين في العادات والتقاليد وفي طريقة التفكير وفي حتى كل أشياء الاجتماعية. التغيير اللي تحدث عنه، التغيير مثل ما قال دكتور أيضا، تغيير دائم في المجتمع، كل شيء يتغير لكن يتغير بوتائر مختلفة، بعضها تغيير سريع وبعضها بطيء. مثلا في المجتمع هناك منظومات متعددة ومعايير وقيم، بعض هذه المنظومات تتغير يعني أو معايير تتغير بسهولة. مثلا استبدال طريقة الأكل، طعام مكان طعام. نعم. داخل المجتمع يظهر بسرعة. نعم. تغيير الملابس الموادات تظهر بسرعة. بسرعة. نعم. هذه شكلية تبدو تتغير بسرعة، لكن هناك في داخل الإنسان أشياء أعمق، مثل القضايا الدينية، قضايا لها علاقة بالقيم الأساسية، الأخلاق، الشرافة، ما شابه، ما تتغير. يعني خذ مثل بسيط تغشعه بالشارع، ملابس البنات والنساء تغيرت بشكل كبير جدا، بالنسبة يمكن 80% حتى لو 100%، لكن محافظة على نمط أساسي مطلوب اجتماعيا وهو الحشمة. الحشمة معيار من معايير الشرف عندنا، ولهذا السبب تتغير الأطر مالتها، بس ما تتغير، ما تغير المعيار هذا الأخر. بعض المعايير تتغير، مثلا الشجاعة بها معايير، قبل الشجاع هو اللي يستطيع يضرب الآخرين. الشجاعة حاليا أصبح شجاعة كلمة وليس شجاعة عضلات، شجاعة فكر وليس شجاعة يعني دخول في نزاعات جسدية وهكذا. أستاذ موفق، هاي الحرب الأخيرة لها تأثير على هاي التغييرات العادات والتقاليد؟ كمبدأ كل الحروب تغير إلى تغييرات في المجتمع. ليش؟ في الحروب وخاصة في الحروب العميقة مثل حروبنا. اللي مرينا بها هاي الأربعين سنة الأخيرة. نعم. تغير جزء كبير من المجتمع لأنها تغير في بنية المجتمع. زين، برأيك دك أستاذ موفق، يعني غيرته نحو الإيجابيات أم السلبيات؟ نعم، موضوع الحكم على أنه إيجابي أو سلبي عادة يعني يأخذ
وجهات نظر مختلفة. لكن اللي يتغير هو فعلا هناك تغيير. خذ مثل بسيط، الحرب مع إيران. نعم. 8 سنوات جزء كبير منها الرجال غير موجودين في البيت. صح. تغير موقع المرأة داخل المجتمع، أصبحت يعني تقوم بدور قيادي، بدور الأب ودور الأم. نعم. هذا أحدث تغيير عميق في بنية الأسرة اللي كانت قائمة على إيش؟ على أن الرجل رقم واحد والمرأة تليه. أصبحت المرأة رقم واحد. بعد بال 2003 خذ مثلا، عندما مثلا حل الجيش والأجهزة الأمنية، تصور أن هذه الأسر عددها كبير جدا. نعم. هذه الأسر اللي تحلت، حل يعني قصدي تأثرت بحل القوى الأمنية. نعم. الرجال أصبحوا بدون عمل. صح. النساء عندهم وظائف. منو يصرف على البيت؟ النساء. صاحب الكلمة دائما منو اللي يصرف؟ صح. فخلقت إما موجة من من التغييرات، موجة من التوترات أيضا خلقت، وخلقت تغيير في الأماكن. هذا ينطبق على كل شيء. نعم. وينطبق بالذات أيضا على العادات باعتبارها جزء من يعني المسلمة. تشهد اليوم أنه نزعة في تغيير العادات والتقاليد. هي. أستاذ موفق، ما احنا عندنا جانب آخر حاليا، لكن قبل مجتمع مغلق تقريبا، يعني من أيام الحرب الإيرادي وبعدها غلق المجتمع، خاصة هذول الشباب مواليد الثمانينات يعني. نعم. ما شافوا شيء، موجودين بالمجتمع والمجتمع مغلق عليهم، سنوات الحرب والحصار وبعد الاحتلال كل هذه مغلق عليهم. فتحت عليهم قنوات فضائية. صح. فتح عليهم السفر وبدأوا يعني ينظرون إلى أشياء مختلفة، وهذه أشياء مدهشة بالنسبة لهم. فإذا بدأوا يقارنون. نعم. إن بدأوا يقارنون رادوا يصيرون مثلا. نعم. بشكل آخر، فتغيرت أشياء كثيرة. نعم. أستاذ موفق، حاليا هم كثير أكثر يعني المجتمع اللي يريد يغير العادات والتقاليد هم من فئات الشباب، شنو الأسباب أستاذ موفق؟ السبب أن المجتمع تغير، والشباب مخلوقين لعالم جديد، أو بدأوا يعني يعيشون في عالم مختلف. نعم. إحنا عشنا في عالم بين ضوابط وقواعد معينة، هؤلاء بدأوا يظهر عليهم شكل التغيير. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ موفق. الآن ننتقل إلى دكتور حارث. دكتور حارث، هنالك من يعول على الشباب لربط الماضي بالحاضر ونقل هذه العادات جيلا بعد جيل، هل يمكن التعويل على الشباب في مهمة المحافظة على العادات والتقاليد؟ نعم، لأن إذا لاحظنا تجارب الدول التي قامت بالتنمية، نلاحظ أن الشباب لعب دورا في قيادة عمليات التنمية من جهة، والمحافظة على تقاليد وعادات المجتمع من جهة أخرى. نعم. ولا سيما أنه نحن نتفق أن التنمية في المجتمعات فيها يعني هنالك جوانب في ثقافة المجتمع تدعم التنمية، من جملة ما يدعم التنمية هي العادات والتقاليد، في جزء منها جانب إيجابي يشجع. يعني لو نظرت إلى التجربة اليابانية، نلاحظ أن اليابان عندهم تقليد هو إتقان العمل وحب العمل المتقن. هذه هي فكرة. شنو أسباب هذا إتقان العمل؟ هم اليابانيين وإحنا ليش ما عندنا هذا؟ أي عاداتهم وتقاليدهم تلزمهم، اللي توارثوها من الآباء تلزمهم على إتقان العمل، في حين نحن نمتلك في ثقافتنا الإسلامية وأحاديث الرسول إذا نعود عليه صلى الله عليه وسلم يقول من عمل منكم عمل إن الله يحب أن يعمل أحدكم عملا فيتقنه. لكن لماذا هذه النسبية في الالتزام؟ دكتور حارث، يعني هل يمكن التعويل على الشباب في نقل العادات والتقاليد اليوم في مجتمعنا؟ يمكن التعويل عليهم بعد أن تسهم مؤسسات المجتمع في إسنادهم
للقيام بهذه الوظيفة. كيف يعني تسمى؟ يعني المؤسسة. الآن من خلال هذا البرنامج أرى أن هنالك دور لوسائل الإعلام اللي هي إحدى مؤسسات المجتمع في ترسيخ العادات والتقاليد ودعم الشباب. يعني الإعلام هو أكيد له دور، بس أنا أشوف أنه خصوصا شبابنا ومجتمعنا المصلي خصوصا بعد التحرير شوية أنه العادات والتقاليد تمها. يا دكتور حارث، ممكن حتى إذا سلطنا الضوء عنها بالإعلام، ما أعتقد أنه الشاب راح تابع هذه. يقول لك يعني أنا مثل قبل أيام نشرت عبر صفحتي أنه كثير من الموصليين ما يعجبهم يتكلمون باللهجة المصلاوية. كثير من الردود جت البنات خصوصا يقول أنه الولد ما حلو يتكلم مصلاوي. يعني دي يغيرون لهجة من العادات والتقاليد الموصلية. نحن في القضايا الاجتماعية نؤمن بنسبية الظاهرة. يعني عدد اللي أجابوك في هذا الإجابة أو الرد قياسا بعدد أفراد المجتمع نسبة تكاد تكون بسيطة. نعم، أنا دا أشوف حتى أنه المصلاوية اليوم بمدينة أنا حاليا بالبرنامج، لكن بعد يعني ممكن أتكلم مع أصدقائي بالمصلاوي. أنت أيضا أستاذ موفق، لكن كثير من البنات يعني خصوصا من أهالي مدينة الموصل تقول أنا ما أريد الشاب أنه أحسه ما حلو عليه أنه يتكلم مصلاوي. مع يعني كيف يعني نلغي هاي العادات والتقاليد برأيك؟ شنو أسبابها أنه بعد المجتمع ما يتقبلها؟ أنا أعتقد أنه ما يبث في وسائل الإعلام يمكن أن يكون سلاح ذو حدين. يمكن أن يعزز الثقافة والعادات والتقاليد اللي نؤمن بها، وما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا في تغيير بعض العادات والتقاليد. شكرا جزيلا لك دكتور حارث. راح نرجع إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أحبة المشاهدين، الآن فاصل قصير لنشاهد آراء المواطنين ونعود إليكم. والله هي الناس بدأت عاد كل من يحكي مثلا اللغة اللي يريدها، واللي يعني كنا على زمن قبل الناس كل من لغته يعني يحكي اللهجة مالته، كل من لهجة مالته يحكيها. المصلاوي هو مصلاوي، البغدادلي هو بغدادلي وكذا. بس بالوقت الحالي ما أعرف يعني صار تغيير هواية باللهجة، يعني حتى أهل الموصل. والله أسبابها ما أعرف يعني، بس هي أكثر الناس بالضبط أكثر الناس قامت بالأخص اللهجة المصلاوية بعد ما تتكلم بيها. يعني أنت مصلاوي تتحدث بغير لهجة؟ لا، أنا من بغداد. أنا من بغداد بس تعتز بلهجتك البغدادية؟ والله أنا لحد الآن أنا أحكي باللهجة المصلاوية، يعني أحكي مصلاوي بس يعجبني أحكي مصلاوي. بس شفت الناس المقابيل اللي ما عندهم اللهجة المصلاوية اللي دي يحكون بيها، فقمت أحكي باللغة العادية يعني اللهجة العادية. كثر الهجرة اللي صارت عندنا بالآن الأخيرة بمدينتنا الموصل، الناس هاجرت يعني الخارج الموصل، خصوصا للجنوب التجأت أو للشمال، فتغيرت العادات. يعني تدري أنت اللي سكن سنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين بخارج محافظة، اعتيادي يعني جاذبية راح تكون للعادات والتقاليد للجنوب أو للشمال أو الغير محافظات. طبعا 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 من المفروض بس اكو ناس يعني مثل ما يقول استحبت لها هاي التقاليد، يعني مثل ما يقول ما رجع لتقاليدهم نفسها. يعني انت مصلاوي؟ انا مصلاوي. نعم. ليش ما تتحدث مصلاوي؟ انا بالاصل يعني عائلتي انه ما يحكون مصلاوي قح. اي بالاصل يعني ما يحكون مصلاوي قح. يعني متمسكين بالعادات؟ اي نعم 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 متمسكين الفضل الله يعني بالعادات والتقاليد ككل. يعني أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين من جديد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنستكمل حديثنا من برنامج قضايا وشباب. أستاذ موفق، ما هو تعليقك على كثير من أهالي مدينة الموصل أنه الشباب ما حلو أنه يتكلمون بالمصلاوي؟ أولا خلينا نحدد أنه اللهجة الموصلية هي
جزء من هوية المدينة وجزء من هوية المجتمع المصري. هذه يعني بعض الشباب بدأوا يتركون حديث باللهجة الموصلية، ويا ريتهم ذهبوا إلى اللهجة إلى اللغة العربية الفصحى. يعني حتى المذيعين، تصور إنه مذيعين في الموصل يقابلون يعني يعني واحد من مواطنين الموصل واثنين يحكون باللهجة غير اللهجة الموصلية. هذه مسألة غريبة يعني، لكن ممكن تفسيرها. يعني من بعد 2003 بدأت تغلب على المدينة طابع السيطرة المركزية، طابع سيطرة الجيش والقوات الأمنية اللي جت من خارج المدينة، خارج المحافظة. هذول مثلوا نوع شكل من أشكال القوة داخل المدينة. يعني ممكن تأثر هذه على المدينة؟ تأثر، لأن يعني الشباب في هذه الحالة يحاولون إنه يعني يقلدون الغالب عليهم، يقلدون الغالب عليهم. نعم. فبدأوا يعني يتقربون من السلطة بهذه اللهجة البغدادية أسميها، أو لهجة أبها. معقولة؟ إضافة فضلا عن مسألة أخرى، أن الموصل أيضا دخل عدد كبير من سكان القرى. نعم. تأثرت بهذا، أثرت، أصبحوا غالبية وأصبحوا يعني مؤثرين في المدينة. بدأ وكأنه خاصة بعد يعني بعد سيطرة داعش على المدينة، تحرير المدينة. نعم. تحريره، بدأ وكأن أهل الموصل متهمين. فشكل من أشكال هويتك أنك أنت مصلاوي، هذه اللهجة مالك، حتى لا أكون متهم كموصلي غير لهجتي، غير لهجتي. بس هذه عادات وتقاليد والموصل، الشباب ما يفهموها بهذه الطريقة. الشباب ما يفهموها، يفهموها بأنه يريد يخلص من أشياء كثيرة. يعني انت هسه تروح البغداد مثلا. نعم. او تروح مكانات، بما انه انت الصوره غير واضحه بالنسبه لك، تقول لا ما احكي مصلاوي، لا حد يعرفني مصلاوي، ما حاجه، حتى ما حد يجي، لا حد يجي، لا حد يقلي هويتك، لا حد يقلي مثلا. يتصور يعني بسبب يعني عدم وضوح الرؤيه، بسبب الاشاعات، بسبب اشياء. نعم. كثيره. نعم. لكن كثير من المحافظات الاخرى يتمنون انه يتكلمون مصلاوي او يتعلمون هاي اللهجه المصلاويه. معقول انه الشباب المصلاوي او الشابات المصلاويات انه يريدون يلغون هذه اللهجه ويتحدثون مثلا اللهجه البغداديه او البصراويه برايك؟ ما هم بعضهم او سرد بعض فكره انه اللهجه الموصليه بما انها بها اماله. نعم. وبها لثغه، فبدت كأنها لهجة أنثوية بالنسبة لبعض، ليست رجولية، يعني ليست ضخمة. نعم. بهذه الطريقة يعني يقول، يعني أنا بطريقة ما أعرف يعني راح أذكرها أنه بها نوع من التميع يعني مثلا. نعم. بس هي هذه طبيعة طريقتنا، هاي طريقة يعني هاي لهجتنا. أنا أذكر في مرة من المرات كنا في حديث ثقافي، واحد قال لي التمنين، قال أنت قلت كلمة ليل مصلاوية، هذه احنا ما نقولها، احنا نقول ليل. لاحظ بس الإمالة مالها والضع، هذه اللثغة الجميلة. هذا لساننا، هويتنا. احنا شنو المانع، يعني شنو المانع ان تكون لنا هوية مميزة؟ هذا موجود كل العالم. وايضا اللهجة المصلاوية قريبة للغة العربية، اقرب لهجة اعتقد. لهجة. نعم. لهجة. برأيك استاذ موفق انه اللهجة المصلاوية راح تنقرض بعد سنوات؟ والله ان شاء الله لا، اذا انقرض معناه انقرض المجتمع الموصلي، انقرض المجتمع الموصلي. نعم. استاذ موفق، لماذا لا نترك الاجيال الحاليه لصناعه تقاليدها وعاداتها لوحدها؟ اولا مثل ما قال الدكتور بطريقه سليمه جدا، قال انه كل شيء تغير، عادات وتقاليد تغير. احنا نريد نحافظ على عادات وتقاليد، بس قبل ما نحافظ عليها ايضا عادات وتقاليد ايضا جزء إنتاج اجتماعي وخاضع لظرف تاريخي واجتماعي. نعم. فليس كل العادات صالحة لكل الأوقات، يعني يجب أن حتى تحافظ التقاليد لازم تغربل هذه العادات والتقاليد. ما الذي يمكن أن أو ما الذي نبغي أو نريد الاحتفاظ به؟ ما الذي سقط لم يعد مناسبا؟ هذه مسألة طبيعية. يعني أستاذ موفق، هل يتوجب العيش كما عاش الآباء والأجداد؟ وما الحكمة من ذلك؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون العيش نفسه، يعني ما متوجه، ولكن أكو قواعد أساسية. قواعد قبل شوية مثل ما ذكرت لك عن
الشرف والحشمة. نعم. تتغير الأشياء لكن مع احتفاظ بجوهر. نعم. مثل ما قال الدكتور عن التجربة اليابانية. التجربة اليابانية اليابان تغيرت. هذه اليابان نشوفها هي مو يابان الساموراي اللي نشوفه في الأفلام. لكن احتفظوا بجوهر الموضوع وهو الدقة بالعمل، احترام الأب الأكبر. يعني بقى على عاداتهم وتقاليدهم، على أساسيات العادات، مع أن اليابان كل شيء بيتغير بالخارج. يعني تقول أستاذ موفق أنه إذا العادات والتقاليد مدينة الموصل يعني تتلاشى، ممكن راح نحصل تغييرات كبيرة بالمجتمع؟ وستحدث. إحنا دخلنا حروب، ستحدث تغييرات. هذا لا مناقشة فيه. في عندما تكون المجتمع في أزمة يتغير أحيانا بعمق وبشدة، وتصبح هناك شروخ. لكن ما الذي نريد أن نحافظ عليه؟ مثلا الموصلي معروف بأنه دؤوب في العمل، وهذا كان سر نجاحه في كثير من المجالات. الموصلي شجاع، وكان الجيش كله مدرسة موصلية. زين، احنا ممكن نحتفظ بالشجاعة يعني كقيمة كنمط حياتي، لكن لو تغير الخارج منا، انا حاليا لست مطالبا بان اكون شجاعا في معركة فقط. هي معركتي ليست في الأسلحة، انا يجب ان اكون شجاعا عندما اقول كلمة حق. نعم. شكرا جزيلا لك استاذ موفق. دكتور حارث، لماذا كل هذا الإصرار على استرجاع كل ما هو ماضي؟ نحتاج، كما نحتاج إلى الحاضر نحتاج إلى الماضي. بدون الإرث الحضاري، نعم، واللي هو أحد أوجهه العادات والتقاليد، لا يمكن أن يحقق المجتمع أهدافه اللي يحاول أن يرسمه. نعم. دكتور حارث، لماذا لا نتحرر من الماضي ونعيش الحاضر بكل حرية وبدون قيود العادات والتقاليد؟ رأيك. كيف نتحرر من عادات والتقاليد؟ هي محددات أساسية لضبط سلوك الفرد. إذا تحررنا منها راح يصبح السلوك غير منضبط. دكتور حارث، ما الذي يدفع بعض الشباب إلى النفور أو حتى عدم الانصياع للعادات والتقاليد اليوم، وخصوصا في المجتمع الموصلي؟ نعم، بعض الشباب وخصوصا الأعمار الصغيرة يرى فيها ضبط مطلق. يعني أي أعمار تقصد يعني دكتور؟ يعني أجيال المراحل الإعدادية الأقل، يعني قصدك الألفينات؟ نعم. هكذا شيء. نعم. يعني وبحكم الغزو الثقافي اللي دخل إلى المجتمع. زين، مو أهلهم يعني باقين على عاداتهم؟ ما أعتقد أن أستاذ موفق باقين على عاداتهم، يتكلمون المصلاوي مثلا، كثير من عادات آبائهم وأجدادهم يعني حتى شايفيها وممكن يتعايشوا بالبيت، ليش بالخارج لمن يطلع يريد يغيرها لهي العادات؟ الكثير مننا يعيش صراع الأجيال. نعم. الجيل القديم يؤمن بقيم وعادات الجيل الحديث، نعم، يحاول أن يتجاوزها. نعم. فهذه الثنائية، نعم، تخلق نوع من الصراع بين الجيلين، وتجعل الشباب أكثر رغبة بعدم الالتزام بعادات والتقاليد. دكتور حارث، هل تدفع العادات والتقاليد اليوم الشباب إلى العيش بإزدواجية برأيك؟ نعم، هذا ما نلاحظه في سلوك الأفراد. نعم. أمام ذويه يتصرف بشكل، وعندما يخرج خارج المنزل يتصرف بشكل آخر. بشكل آخر. يعني هسه أنا ذكرت لك أنه كثير من عادات وتقاليد داخل البيت وخارج يطلع يغيرها. وأعتقد هذه ما بين النيل أستاذ الدكتور علي الوردي. نعم. في حديثه عن ازدواجية الشخصية العراقية. نعم. حيث يقول العراقي يحب على طريقة دون جوان ويتزوج على طريقة الملعلوي. فهنا تظهر الازدواجية بصورتها الواضحة. نعم. يعني راح انه برايك انه تنقرض هذه العادات والتقاليد مع مرور الزمن، برايك دكتور؟ انا اعتقد مسألة انقراضها مسألة نسبية. نسبية. لان ما زال هنالك بناء اجتماعي موجود فيه مؤسسات اجتماعية تمارس دورها، فعملية
ولا يمكن أن تنقرض العادات والتقاليد، لأنها تبقى الوسيلة من ضمن مجموعة وسائل في ضبط سلوك الأفراد. يعني كيف ما تتغير برأيك، ونسبة كبيرة إذا الآن كثير من الشباب، وخصوصا أنت ذكرت أنه أعمار الإعدادية أنه خلاص أنه ماذا يعني يمشون على هاي العادات والتقاليد بعد مرور مثلا دخولهم إلى الجامعة ممكن، وراح يتزوج ممكن هاي العادات والتقاليد كلها راح تنقرض، والعادات والتقاليد ما لها لا تروح. ما تمام أستاذ موفق؟ هي أنت التعبير اللي استخدمه هو اللي بالمشكلة، تتحدث عن انقراض، العادات لا تنقرض، العادات تتغير. تتبدل، تحل عادات جديدة محل عادات قديمة. إذا هي راح تتغير أو تنقرض ممكن تتغير بغير صيغة، تنقرض معناتها ماكو عادات، ماكو عادات معناتها فوضى. نعم مثل ما قال الدكتور، تتغير العادات، وهذا مسألة طبيعية جدا، يعني في كل العالم تتغير. احنا لا نتحدث فقط عن، يعني اعطيك مثل بسيط، تسريحات الشعر اللي حاليا، صح تسريح شعرك مثلا، نعم يعني بنتقارننا بتسريحات شعرنا قديمة. كنا طلاب الجامعة، نعم الموضوع مختلف تماما. يعني في تلك الفترة تسريحات شعرنا كانت تلاقي يعني استهجان من المجتمع، لا بل انه الحكومة في بعض الاحيان يعني سخرت وسائلها لمنع الشباب من تسريحات شعر معينة، نعم شعر طويل وحتى اللبس، واللبس الشارلس وما شابه. هسه انت من حسن الحظ ما عندكم يعني احد يلحقكم بالشارع على هذا الموضوع، نعم لكن تغيرت العادة، مشكلتكم مع الاباء، نعم مع كبار السن، صح تعامل لك الامهات والاباء، عامل لك السد نعم العالي، صح على صح على راسك، يعني بقول لك او عامل لك عرف مادي كذا شنو يعني، ما يقبلوها. هالمسألة مسألة يعني اجاءكم مسائل قابلة للتغير، نعم سهلة، لكن كما قلت اولا التغير يغاد له وقت، نعم كل شيء تغير بسرعة، كل شيء تغير يعني ببطء، اكو اشياء بالعمق من الصعب جدا حتى انت وانا ومهما تصور انك يعني هسه مثلا كثير من الشباب اللي يدعون ان هم اوروبيين وكانه يتصرف كاوروبي، لكن السلوكيات الداخليه الحقيقيه لها علاقه بالقيم ما تشبه. قل له شعت اختك ويقفي معه ويقعد بالجامعه هاي يسولف معه ما يقبل، يا بابا انت اوروبي، الاوروبي يقبل، لا قضايا شرف، قضايا الشرف ما تتغير، نعم قضايا الأخرى ممكن تتغير وهكذا. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ موفق، وأيضا دكتور حارث. أحبة المشاهدين الآن فاصل قصير ونعود إليكم. عدنا إليكم أحبة المشاهدين من جديد بعد هذا الفاصل لنستكمل حديثنا مع ضيفي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا وشباب. أستاذ موفق، هل إن العادات والتقاليد كلها خير مطلق، وهل إن الثقافات الوافدة شر مطلق؟ كيف توازن بين هذين المنطلقين؟ سبق جواب أو دكتور حارث على هذا، نعم أو على جزء منه. نعم الثقافات أو العادات والتقاليد ليست شرا مطلقا ولا خيرا مطلقا، هذه مسألة نسبية، نسبية تقاس بالفائدة المجتمعية لها، هل هي مفيدة أم لا؟ كظاهرة اجتماعية تستمر لأنها مفيدة، شلون؟ يعني أو الناس يعني تتعلق بها لأنها يعني ممكن العادات لكنها تتغير كما قلنا حسب الظروف، حسب الأحكام، حسب الأوضاع. العادات في بعض الأحيان عادات تقاليد وأشياء كثيرة في داخل المجتمع أحيانا تفقد قيمتها، تموت، لكن تبقى قوة الاستمرارية تسحلها مع المجتمع، مع المجتمع، فينغاد له يعني بين فترة وفترة ينغاد للمجتمع، مثل الشجرة اليابسة تغاد تهز الشجرة، الأوراق الميتة لازم تسقط. نعم أستاذ موفق، كيف يتم المحافظة على العادات والتقاليد ونزعة التطور والحرية والتحرر من في نفس الوقت؟ اولا بس اريد اقول فهد مساله، احنا مجتمع نتعرض لوسائل اعلام كثيره ومتنوعه جدا واصبحت مفتوحه بشكل كبير، بالمقابل ما عندنا اي شيء يعني رد مقابل، مثلا رد اي شيء يواجهه، يعني مثلا الاطفال ليش عافوا كل الانواع اللعب ومسكوا اليوتيوب؟
لان منه اشياء ممتعه برغم انها سيئه. نعم. احنا ما عندنا شيء بالمدرسه، عندنا شيء نعلم الطلاب، عندنا ماده لا علاقه بالاخلاق، بالتربيه الاخلاقيه، بالتربيه الاجتماعيه. نعم. ما عندنا. نعم. الوضع اصبح يعني على طريقه المجتمع ككل اصبح بدون ضوابط، او ان ضوابطه ضعفت. وبالتالي هذا سيؤدي الى مشكلات كثيره فيما يخص نظام المجتمع، فيما يخص عادات التقاليد، اللي هي مثل ما قال الدكتور قواعد السلوك. يعني اذا المدارس انطت هذه الدروس الاخلاق والتربيه ممكن نحافظ على العادات والتقاليد. احنا لازم تعلمنا بالمدارس، تعلمنا بالبيت، تعلمنا بالمدارس. المدارس. نعم. اعطيك مثل بسيط اللي هو تحيه العلم. نعم. احنا من اطفال نطلع يوم الخميس تحيه العلم بالمدرسه. نعم. تحيه العلم وفق قواعد يعني وفق نموذج من التقاليد والعادات. نعم. العلم شلون رفع، من يرفعه، الكشافه ايش لابسين، المعلمين ويسمو يخفي، هذا نموذج. نعم. ومعانه نشيد اكيد من لاحه رؤوس الحرابي وانتجي. نعم. هذا يخلق عند الطفل شيء له علاقه بربط بين هذا الشكل الجمالي، هذا النشيد الجميل، وهذا العلم. شنو العلم؟ هو الوطن. اذا انت عندما تلغيها هذه، احنا وين نتعرف على الوطن؟ نتعرف عليه بالشرطي، نتعرف عليه بالجندي. الشرطي عندما يكون على ليس على قدر المسؤوليه. نعم. كممثل. نعم استاذ موفق، ممكن حتى هاي رفع العلم قرضت الان بالمدارس. ما اعرف انا حاليا، ما اشوفه بنشوف. يعني هذا كلام عملوا احتفاليات، لبسوا الاطفال كلهم عسكري. نعم. وكان ما اعطى احساس انه الموضوع بالعلاقه بالوطن هو علاقه حرب. علاقه يعني. حرب. نعم. الوطن ليس هكذا، الوطن ابعد، الوطن اعمق. استاذ موفق، هل هنالك خطوط حمراء في العادات والتقاليد لا يجب تجاوزها؟ خصوصا بالمجتمع المصلي. بالمجتمع المصلي حتى الان لا زال. لا زال. ما هي هذه في مقدمتها كل القواعد والعادات وعادات الحقيقه، كل القواعد الشرعيه والدينيه. مستحيل، خط احمر هذه. يعني ما بس عندنا حقيقه، في كل المجتمعات ما زال الدين خط احمر واعمق من غيرها. اعتقد ان المجتمع المصلي يختلف على كل المجتمعات اكثر، لانه يعني مجتمع قلت انه محافظ متوازن في هذا. نعم. الجانب. المسألة الثانية القيم الأساسية، قيم الشرف. احنا ممكن نتنازل عن أشياء كثيرة ونتساهل في أشياء كثيرة. نعم. لكن في قضايا الشرف كلنا نتحول إلى بدو مستعدين نقتل في هذا المجال. وهكذا يعني أكو مسائل أساسية وأكو مسائل فرعية. المسائل الفرعية قابلة للتغيير. المسائل الأساسية من الصعب تبديلها، أما إذا كانت مرتبطة بجذر ديني فهذه تبدو بالنسبة لي من مستحيلات أنها تتغير. شكرا جزيلا لك أستاذ موفق. دكتور حارث، هل تشكل العادات والتقاليد جدار صد أمام الفرد لتحقيق ذاته باستقلالية، أم إن الأمر بعكس ذلك؟ أنا يعني أبين أن العادات والتقاليد ممكن أن تسهم في تحقيق الفرد لذاته. كيف؟ يعني هنالك بعض العادات والتقاليد اللي تشجع على الإبداع، على التميز. هذه إذا وظفت بشكل صحيح تنتج لدينا أفراد يستطيعون أن يؤدون دورا في بناء المجتمع أفضل. نعم. دكتور حارث، هل ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في قطع الصلة بين العائلات وبالتالي بداية اضمحلال بعض العادات والتقاليد اليوم في المجتمع المصلي بالأخص؟ أعتقد وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، لكن الجهات والأسرة تساهم في كيفية توظيف هذه الوسائل نحو تعزيز العادات والتقاليد. وعندما لا تمارس العائلة دورها. نعم. ستلعب وسائل التواصل دورها يعني السلبي في تأثير سلبيا على العادات. الآن هو دورها سلبي أم إيجابي حاليا حسب الأسر التي ينحدر منها الشباب؟ يعني حسب الاستخدامات اللي. نعم. تستخدمها الشباب والعائلة. مدى الرقابة الأسرية على الشباب. أعتقد أنه هو مجتمعنا حاليا خصوصا إحنا بالعام 2019 رقابة جدا ضعيفة.
استاذ موفق تمام مستحيل مثل بسيط تعرفوه يعني نعم. هو تماسوه كلتنا نعم. كلتكم شباب يعني بالبيت يفتحون الموبايل يكنك على الانترنت نعم. تنقطع الصله بين الناس صح يعني حتى واحد من يحكي لا حتى من يحكي الباقيين ما منتبهين مو لا يسمعونه انا يعني اغشع كثير من الشباب من يبدا يلعب ببجي ولا موجود معانا صح ولا موجود صح. بالمجتمع ولا موجود نعم. يعني تحكي معانا ما يجاوبك حتى ابو محل تفوت علينا على المحل تسألوا على اشياء ويحكي على شغلات اخرى نعم هذه تفصلهم عن المجتمع تفصل صح دكتور حارث يقال ان هنالك فجوه بين الاجيال بدات تتسع ما هو تعليقك وما هو رايك هذه المساله طبيعيه في المجتمعات لابد ان يحصل تحصل الفجوه بين الشباب نعم وال جيل الكبار السن نعم. لأن الشباب بس أعتقد أنه الآن فجوة كبيرة تحدث حاليا خصوصا بعد التحرير دكتور إيه نتيجة لماذا لتخلي مؤسسات المجتمع عن دورة في تقليل هذه الفجوة دكتور حارث هل إن التصادم مع جيل اليوم ورفض كل أفكاره وإرغامه على العادات والتقاليد حل قابل للتطبيق لا أعتقد هذا غير ممكن العادات والتقاليد هي محدد سلوكية لكل الجانبين لكبار السن والشباب وما هي انعكاساته انعكاساتها إذا يجب أن تمارس مؤسسات المجتمع دورة الإعلام الأسرة المدرسة المؤسسة الدينية في توجيه الخطاب نحو تعزيز العادات والتقاليد اللي تخدم المجتمع وتصل به إلى مرحلة أعلى بمساهمة تشاركية بين الشباب وبين الأكبر منهم سنة نعم. دكتور حارث ما هو الحل المتوازن الذي نقدمه للعائلات المصرة على المحافظة على العادات والتقاليد وللشباب الذين في معظمهم يسعون إلى التحرر والانعتاق في هذه العادات أحسن وسيلة هي التحفيز قيام المؤسسة الأسرية بتحفيز أبنائها بوسائل مختلفة على كيفية التزام أبنائهم بعاداتهم وتقاليدهم لا سيما المعززة للتضامن الاجتماعي احنا الآن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم لكن قبل الختام رسالة توجهها إلى أهالي مدينة الموصل والعراقيين أجمع عبر قناة شاشة الموصل بخصوص العادات والتقاليد نتمنى من الشباب وكافة شرائح المجتمع أن هنالك عادات وتقاليد لو التزمنا بها بشكل صحيح سنسهم في إعادة إعمار هذه المدينة الجريحة كيف من خلال الأسرة وقيامها بدورة من خلال المدرسة وقيامها بدورها وغيرها من المؤسسات الأخرى تمارس دورة في تعزيز العادات والتقاليد اللي تشجع على البناء والإعمار شكرا جزيلا لك دكتور حارث أستاذ موفق رسالة أخيرة توجهها عبر قناة شاشة الموصلية بخصوص العادات والتقاليد إلى أهالي الموصل والعراقيين أجمع العراق بلد متنوع ثري في تنوع في كل المجالات متنوع وبالتالي هذه التنوعات في مجالات يعني القومية الدينية كل المجالات أصحاب تنوع أيضا ثري في العادات والتقاليد وما يرتبط بها هذا التنوع ليس خطأ وليس عيب وليس خطر هذا التنوع عبارة عن إثراء بعضنا البعض الآخر يجب أن لا نخجل من هذا التنوع يجب أن نحافظ عليه لكي نتعلم من بعضنا البعض وأيضا يجب أن لا يكون هذا التنوع أو هذه العادات والتقاليد بما أن عادات وتقاليد اجتماعية إنتاج اجتماعي فهي ليست مقدسة يجب وليس من المتوقع أن تبقى إلى الأبد هنالك جوانب يعني مناسبة أنها تستمر
وجوانب غير مناسبة إيجابية وسلبية مثلا نقول هنالك تفاعل أيضا. نعم. الكبار السن نحن نخاف من التغيير، الشباب يتوقون التغيير. بين هذه المحصلة، بين ما نعرفه احنا ورغبتنا في الحفاظ على جوهر المجتمع ككل يعني، وبين الشباب اللي يريدون يغيرون وينطلقون، هنالك ممكن نحصل محصلة اللي هي عبارة عن المحافظة على القواعد الأساسية. نعم. وهل تتغير المسائل الأخرى هذا لا بأس به حتى نواكب بالعالم، وإلا ما معقول يعني هسه احنا نتصرف بطريقة القرن 19 في القرن 21. شكرا جزيلا لك أستاذ موفق. نعم. وأيضا دكتور حارت. أحبة المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي حلقتنا لهذا اليوم، كل من الأستاذ موفق ويسي محمود أستاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا لحضورك لهذه الحلقة. شكرا جزيلا. وأيضا كان معنا الأستاذ الدكتور حارث حازم أيوب أستاذ علم الاجتماع جامعة الموصل، شكرا جزيلا لك لحضورك لهذه الحلقة. أنا شاكر للقناة الموصلية إلقاء الضوء على هكذا موضوعات حيوية تهتم بالمجتمع ولا سيما المجتمع الموصلي. أحبة المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لا يسعني إلا أن أشكر إدارة كافتيريا حمادة كافي على حسن الضيافة، وتقبلوا تحياتي، أنا أحمد الرفاعي وكادر العمل. إلى اللقاء.